بدأ طاهر سعد في هذه الزاوية بقوله: وفي خضم السجال حول مباريات كأس العالم رصدت سجالا عنيفا بمواقع التواصل حول مقطع فيديو يمنع فيه منسق شؤون الطلاب بكلية ود مدني للعلوم الطبية والتكنولوجيا عبد الرحيم البلال الطالبات عن ارتداء العباءة داخل حرم الكلية، ثم رصدت تصريحا لهذا المنسق بالراكوبة الإلكترونية يؤكد فيه أن الزي الرسمي للطالبات هو سكيرت بلوزة طرحة، وأن لوائح الكلية لا تسمح بارتداء العباءة، ممنوع ارتداء العباءة بالكلية. قالها البلال هكذا بالنص. صراع الطالبات مع لوائح الكليات الخاصة قديم وليس وليد اليوم أو كما يظن البعض. وفي الذاكرة في نوفمبر 2008 كتبت قصة طالبة منقبة رفضت إحدى الكليات قبولها بسبب نقابها رغم أنها مستوفية لشروط القبول الأكاديمية، وبعد سرد معاناة الطالبة وأسرتها مع لائحة الكلية ناشدت إدارتها بأن هذه أزمة، بأن تحل هذه الأزمة بلا ضرر أو ضرار. وبعد النشر بتوجيه من عبد الدايم زمراوي الوكيل الأسبق لوزارة العدل نجح مرغني عبد الرازق كبير المستشارين بالوزارة في حل الأزمة. لقد وافقت إدارة الكلية للطالبة بإكمال إجراءات التسجيل مع الالتزام برفع توصية إلى مجلس الكلية لإزالة أي تعارض بين اللائحة وأي أمر معلوم في الدين أو أي قانون آخر، ثم التزمت الإدارة القانونية بوزارة التعليم العالي بمراجعة لوائح الجامعات والكليات الخاصة التي تتعارض مع القانون. هكذا تم حل قضية المنقبات والمحجبات بكل الجامعات والكليات الخاصة في ذاك العام، أي بما لا ينتهك حقوقهن وحرياتهن بلوائح خاصة. ما الجديد بحيث تتكرر الأزمة هذا العام بود مدني؟ فالقوانين التي تحمي الحقوق والحريات لا تزال سارية وزادت قوتها بعد الثورة، باعتبار أن الحرية والعدالة من أهم مطالب الثورة. فلنسأل: كم طالبة غادرت كلية ود مدني للعلوم الطبية والتكنولوجيا رغم استيفاء الشروط الأكاديمية بسبب اللائحة الغبية ممنوع العباءة؟ وكم حقا إنسانيا تم هضمه بهذا المنع المعيب؟ وكم حرية شخصية انتهكتها إدارة الكلية؟ أو هكذا يجب أن تكون الأسئلة بغض النظر عن مشروعية ارتداء العباءة والحجاب والنقاب فريضة كانت أم مستحبة أم موضة. ليس هناك ما يمنع كلية ود مدني من فرض ما تشاء من الرسوم على طلابها، فهذا من حقوقها بقانون الاستثمار، ولكنها لا تملك سلطة فرض ما تشاء من الأزياء على الطالبات. ختم طاهر ساتي هذه الزاوية وهو يقول: المحزن هو استهتار منسق شؤون الطلاب بالكلية، فبعد كشفه بأن نسبة المنقبات في الكلية 5% تساءل بمنتهى الجهل والحماقة: هن مسلمات أكثر من بقية الطالبات؟ وعليه فلتنتبه وزارتا العدل والتعليم العالي لهذا القهر، وذلك بمراجعة لوائح الجامعات والكليات الخاصة بحيث يصبح الحجاب والنقاب مثل التبرج، حرية شخصية.